بسم الله الرحمن الرحيم. كتير مننا نزل فوتوشوب الجديد سي سي، بس واجه مشكلة في كتابة الأعضاء. حابب النهاردة أشارككم بمعلومة جديدة في إزاي نغير البريفرنسز ونخلي الفوتوشوب الجديد يكتب عربي. نروح على الإف منيو، بريفرنسز، تايب، نختار الاختيار ميدل ايسترن اند ساوث ايشن، نقول اوكي، نحاول نكتب لغة عربية. هنلاقيه زي ما احنا شايفين بيكتب بشكل سليم.